قالت مصادر سودانية لسكاي نيوز عربية إن وزراء خارجية الإيجاد أوصوا بأن تعمل دولهم من أجل رفع حظر السودان من عضوية الاتحاد الإفريقي. وقد دعا وزير الخارجية السوداني علي الصادق دعا المجتمع الدولي لمساعدة منظمة الإيجاد لدعم السلام والتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن الخرطوم قدمت مبادرة لاستراتيجية الأمن الغذائي لدول الإيجاد. المزيد تنضم إلينا من الخرطوم مراسلتنا رشا رشيد. رشا، أهلا بك. دعينا في إطار الجهود التي يقوم بها السودان في هذا الإطار وما التطور أو التقدم الملحوظ بهذا الاتجاه. نعم مروج، بحكم أن السودان هو الرئيس لهذه الدورة من الإيجاد، وهذا الاجتماع هو 48 للإيجاد، جاء لعدد من الدول التي اجتمعت اليوم في الخرطوم، وهي تناقش عدد من الملفات المهمة، بداية بالجلسة الافتتاحية التي تحدث فيها السكرتير التنفيذي للإيجاد، وأيضا تحدث فيها السفير الإيطالي والسفير الأمريكي، وأيضا يعني ممثل الأمم المتحدة، وهناك أيضا حديث من قبل علي الصادق في الجلسة الافتتاحية، ثم كانت هناك جلسة مغلقة، ومن بعدها كانت توصيات خرجت بها هذه الاجتماعات، ومنها من ضمنها ما يتعلق بالسودان والحديث عن إلغاء حظر السودان من الاتحاد الأفريقي وعودة السودان مرة أخرى للانضمام للاتحاد الأفريقي والعمل بدوره المهم في المنطقة. هناك أيضا عدد من الملفات المهمة التي تم تناولها، تتعلق بالسلام والسلم والأمن، تتعلق أيضا بالنزاعات المحلية، تتعلق أيضا بقضية تغير المناخ وغيرها من القضايا المهمة. هذا الموضوع فيما يتعلق بالسودان تحديدا، وهو دعم عملية التحول الديمقراطي، كما جاء على لسان السفير الأمريكي في الجلسة الافتتاحية بأن هناك دعم للعملية السياسية بشكل عام، ومن ضمنها دعم عملية التحول الديمقراطي. هذه أيضا هناك عدد من القضايا التي تتعلق حتى بإثيوبيا التي وقعت على وقف الحرب عندها، وأيضا عدد من الدول التي تقوم بعملية العملية الانتخابية. الإيجاد يقوم بدور مهم في رعاية هذه الكثير من الملفات في منطقة أو إقليم الإيجاد. رشا رشيد مراسلتنا من الخرطوم، أشكرك جزيل الشكر.